هناك فرق بين الواقع وبين المشهد. يعني المشهد نحاول أن نطوره ونتفاعل معه، بينما الواقع هناك صعوبات نوعا ما في الواقع الثقافي، ونقول بتكاثف الجهود سنتعامل مع الواقع ومع هذه الصعوبات حتى يكون المشهد متطور. يعني هناك دعم، هناك تكثير، هناك اتصال، هناك دعم من سلطة الإشراف، يعني من خلال البرمجة ومن خلال التناسق والتوافق في البرنامج. نحن نعلم كلنا بأن الآن أصبحت الميزانية تحدد بالأهداف، يعني ولا تحدد بطرق أخرى، فنحاول من خلال هذا الواقع وهذا المشهد الثقافي بولاية مدنين أن تكون أهدافنا أهداف طموحة وأهداف ذات فعل ثقافي، ما يسمى بثقافة المقاومة، أي مقاومة الإرهاب، بثقافة الوعي، بثقافة التحضر، بثقافة التفاعل مع الجيل القادم، ليس على شكلة الجيل القديم كما يترى لنا أن نعيد الماضي بالحاضر، ولكن كيف نستطيع أن نأخذ من الجيل القديم ما يتفاعل مع الجيل الحاضر ويكون فيه بناء أفضل للجيل القادم. والله هو بالنسبة لهذه الدورة وهذا المهرجان في حد ذاته هو مهرجان طريف، أخذ مثال ما يعبر عنه بالصورة داخل مشهد تراثي حتى يظهر التراث هذه الجزيرة الجميلة من خلال الصورة. الدورة نجد فيها عدة مسائل، لكن ما هو مركز هي الصورة، والصورة هي التي ستظهر لنا عدة إيجابيات من خلال تراث المدينة وعدة سلبيات من خلال ما يجب علينا أن نتفاداه وأن نصلحه في هذا التراث. طبيعي هي في البرمجات الصيفية أصبحت الآن تترك إلى حينها. لماذا؟ لأن كما تعلم الآن أصبحنا نتعامل مع الجمعيات ومع المجتمع المدني، وبالنسبة لي أنا فإن الفعل الثقافي هو فعل متطور ومستحدث يستطيع أن يتطور في خلال شهر، في خلال أسبوع، في خلال يوم. يعني هناك تطور للفكرة أي نعم، ولكن هناك استحداث لأفكار ثقافية ربما تكون في اللحظات الأخيرة، خاصة نحن نعيش واقع كما قلت منذ البداية واقع متقلب. ربما الآن نعيش أزمة سياحة، وربما في الصائفة سنعيش انفراج سياحة، فتكون البرمجة على خلاف ذلك. بالنسبة لجربة هناك مبدئيا هناك برمجات صيفية لمهرجان أوليس إن شاء الله، هناك زاد ليالي الصيف بميدون، هناك أيضا ليالي رمضان، ورمضان سيكون فهمتي بالصيف. يعني هناك عدة مناسبات لهذا المشهد الذي كما قلت منذ البداية نتمنى له أن يتطور وأن يتفاعل مع الزمن.